صفاء. ايوه مدام صفاء. حصل النهارده في سنترال؟ لا اللي حصل احنا جايين مش عشان اللي حصل، احنا جايين عشان خاطر الناس اللي متاخده. هم اخدين ناس من زمايلنا ليه؟ واخدينهم ليه؟ خدوهم امتى؟ خدوهم النهارده الصبح. هم بيطلعوا المهندس احمد دول كبش في ده يعني؟ لا عايزين نعرف المشكله. المشاهد مش عارف المشكله. المشكله ان هم كان في ناس محتجزه المهندس محمد عبد الرحيم اللي احنا مش عايزينه، وان هو لولا ان هو حرامي ومرتشي هو مش عاوز يخرج، خايف من الناس. خايف من الناس ليه؟ هناخد واحد واحد. هناخد بيستفزهم ليه؟ هو واحد حرامي وبيسرق وناس الشركه مش عايزاه، احنا مش عايزينه. قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ انت عارف ان موظفينك مش عايزينك، بياخدوا 5 6 10 يحملوهم كبش كبش فدا ليه؟ لمين؟ لحساب مين؟ عرف نفسك. احمد ربيع. حضرتك احنا دلوقتي المهندس محمد عبد الرحيم جه قال لك احنا هنعمل هيكله ونعمل حد ادنى وحد اقصى. جه وجه بعد ما جاب شركه ووافق عليها، جه امبارح الناس بتساله الهيكله اخبارها ايه؟ قال لهم في 2013. المرة الثانية قال لهم ما فيش هيكلة واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. الأسماء اللي بتاخد حد يعرف اسمها؟ في في محمد في الأسماء هنا. الأسماء عادل محمود. حد عارف؟ حد حضر الواقعة؟ الأسماء. طب احكي لي اتفضل. اللي حصل كالآتي، القوات الخاصة طلعت على طول على فوق وقالوا لنا يا جماعة احنا المهندس محمد عبد الرحيم انتوا محتجزينه. قلنا لهم لا احنا مش محتجزينه. يعني هو اللي مش عاوز يخرج. لأن احنا ما بنحجزش حد، بس احنا عاملين مظاهرة عشان خاطر احنا مش عايزينه. هو خايف يخرج، مالناش دعوه حاجه تخصه بقى هو. بلغ الامن يعني؟ بلغ القوات الخاصه. الاول الجيش جه قال له قدم استقالتك، قال له لا مش هقدم استقالتي. وبعد الجيش مشي بعت لنا قوات خاصه. القوات الخاصه جت طالعه فوق قعدت تضرب فينا عشان احنا نوسع، وقصفوا بيبان فوق وبحسين الكهرباء. احنا سيبناهم بقى بعدنا من عنهم ونزلنا جاجي على اساس اللي عايزين اسماء. حد يعرف زمايلنا؟ زمايلنا اللي في النيابه هاني شوقي خدير، محمد زكي اسماعيل، محمد صابر عبد العزيز، ايمن عبد التواب، سيد حجازه عبد الموجود، وهاني الروبي. هاني الروبي الناس دي موجوده في مجمع محاكم زينهم، في نيابه زينهم، محبوسين من الصبح. ايه زمايلنا وموجودين هناك بسبب الموضوع دوت. يحكي لنا. ما بنطالبش لا بزياده اجور ولا بنطالب بحاجه شخصيه، احنا بنطالب بس بزمايلنا يخرجوا وننهي الفساد اللي في الشركه. في ناس حراميه واحنا الناس اللي واقفه دي كلها اللي انتم شايفينها مش واقفين عشان زياده اجور ولا عشان رفع مرتبات، احنا واقفين عشان نطهر الشركه من الناس اللي بيسرقوها. الناس اللي بتسرق الشركه احنا واقفين ديت الوقفه دي عشان الناس اللي بتسرق الشركه، عشان حقنا وحق اولادنا بس كده. شكرا. احنا لنا مطلب اساسي، هو مطلب واحد بس، تطهير الشركه من رؤساء مجالس الاداره. واخد بال حضرتك؟ بنطالب باقاله مجلس الاداره على راسهم عقيل بشير بالكامل، وتعيين مجلس اداره محترم نعرف نتكلم معاه لتلبيه مطالبنا من داخل الشركه ومن ابناء الشركه. احنا هو ده المطلب الوحيد اللي احنا عايزينه. احنا ما بنطالبش حاجة كبيرة قوي، احنا بنطالب بإقالة مجلس الإدارة. ولو عدالة توزيع المكافآت. امبارح نائب رئيس الشركة وهو فوق موجود فوق، الجيش جاله والناس جاله، والوزير المصرية للاتصالات بيقول لك لا مش هكيله. يعني ايه مش هيكيله؟ ويعني ايه ما يقدمش استقالته؟ الناس دي كلها لازم تكيل مجلس الإدارة ده كله، لأن مجلس الإدارة ده عامل لائحة سيف على رقبة الموظفين كلهم، بيذبحوا بيهم الموظفين، عامل لائحة خاصة بيها بس. فسؤال سؤال لوزير العدل ووزير القوى العاملة، هل الشركة المصرية للاتصالات دولة داخل دولة وليها قوانين خاصة بيها، ولا بتخضع للقانون العمل الموحد المصري، قانون رقم 12 لسنة 2003؟ وشكرا. يعني انتم معتصمين؟ جميعا كل اللي عاملين هنا معتصمين. زمايلنا يطلعوا ال 11 واحد اللي في النيابه زينهم يطلعوا، اللي تاخده من السنترال الصبح زمايلنا اللي تاخده وموجودين، واتاخدت القوات الخاصه جت خدتهم على النيابه واتحبسوا وراحوا اسم الموسكي واتبهدلوا فيه وجم رجعوا راحوا نيابه زينهم. احنا قاعدين هنا لحد لما زمايلنا يطلعوا ونشوفهم بعينينا. شكرا. بس مجلس الاداره كله مجلس الاداره بتاعنا. الناس اللي بتاخده ديت مش هنمشي لما تطلع، مش هنتحرك لما تطلع. عايزين اخواتنا